يظهر هذا المشهد كل 5 دقائق هنا. ففي الميناء الصغير لقرية الصيادين السويدية كيسلوف القريبة من تريلوبورغ تخرج فقاعات منذ سنوات. إنها طحالب حمراء اللون تطفو على الماء كسجاد سميك. يرغب ستين بيورك الذي كان يصدر معدات خاصة بالقوارب في حل هذه المشكلة، ومنذ أن قام بالقرب من الشاطئ هنا بعد التقاعد يحاول فعل شيء ضد هذه الكارثة. يمكن استخدام الطحالب لاستخراج الغاز الحيوي منها، وهي تكون بأفضل حالاتها عندما تكون طازجة ولم تفقد كثيرا من طاقتها كهذه مثلا. على الأقل يمكنني أن أريكم أنها طحالب حمراء. إنها ليست كارثة تثير غضب الصيادين في الميناء فقط، بل إن السياحة تضررت منها أيضا، حيث تصل الطحالب الحمراء إلى الشواطئ وتعكر المياه، ولا يحب السياح ذلك، كما هي الحال في هذا الجزء من الشاطئ الواقع إلى الغرب من مدينة تريليبورغ، حيث تتحول أماكن النزهة إلى مناطق موحلة. موسم الحصاد يكون في الفترة الممتدة بين منتصف يوليو ونهاية أكتوبر. يمكن جمع الطحالب في هذه الفترة طالما تنمو وتطفو على الماء، وتستمر فترة الاستراحة طوال الشتاء حتى الصيف القادم. تعد مدينة تريليبورغ مرساً لعبارات بحر البلطيق الكبيرة، وهي المنتجة الأولى للأوساخ والمغذية الرئيسية للطحالب الحمراء. وتوصل بيورك لأن يتخلص أصحاب السفن من قمامتهم على اليابسة. يهتم باحثون في علم البحار من جميع أنحاء العالم بحالة تريليبورغ، فقد علموا في إحدى المؤتمرات في نهاية سبتمبر أن بحر البلطيق بمجمله مهدد بالخطر إن لم يتغير شيء. يتحدث السويدي ستين بيورك عن استراتيجية مضادة، وهو يملك فيلما يظهر ما تحت الطبقة العلوية حتى قعر بحر البلطيق. It had been an overwhelming journey. كما جرى التحذير من أن مشكلة الطحالب تزداد عند نصب مزارع الرياح الكبيرة في الماء، إذ يتجمع عليها كلس الصدف أو الفضلات الناتجة عن الصيانة، وهي المصدر الغذائي الثاني للطحالب. Much evidence indicates that meat production will continue to expand in the new EU countries. شاهد العلماء بداية الحل في اليوم الثاني من المؤتمر، وهي منشأة تجريبية تخمر فيها طحالب الشواطئ السويدية. لقد تحولت الكارثة إلى مورد للطاقة. على بعد عدة مئات من الأمطار توجد صهاريج قديمة لإحدى محطات معالجة مياه الصرف الصحي. يرغب بيورك بإعادة استغلالها على نطاق واسع بداية العام القادم، ومن خلال فكرته تمكن من منع هدم هذه الصوامع التي تحولت الآن لرأس مال رخيص لمشروع الطاقة الخاص به. تبلغ كلفة المشروع حوالي 1.5 مليون يورو. سنبدأ الصيف القادم في جمع الطحالب والاستفادة منها. ستركب الآلات في الشتاء وسينتهي العمل عليها في شهر مايو أو يونيو من العام القادم. عندها ستوفر الشواطئ السويدية المليئة بالطحالب الغاز الحيوي على نطاق واسع، وستتبعها دول البلطيق الأخرى.